الخبر الاول اللي عدنا عن تسريب اسم مملكه القصاص طارق الباشا على واحد من اليوتيوبر اللي راح تعرفوه، ولكني ما راح اقول لكم من هو، ولكن راح اسمعكم تسجيل صوتي اللي هو مغني انا وطارق الباشا. اسمعوا زين وركزوا بي زين على متعرفون من الشخص اللي حين داس. بعرف انك جيتي عندي عم تهدديني، ما منشوف امثالكم لحتى نسميكم من عدويني. انا فهد الزين، اسالي عني بالحي، ما نزل الخصوم بكلام قصاص حي. اسالوا اللي قبل كان عن فضيحه لما وقفوا قدامي، ما حدا حكيكم لما بربح اللعبه بكشوفوا رايي. الضربه بتقتل وما بننعد، ما بنستعين بدعاوي، ما حدا منكم بضل لو على الاحتلال انا ناوي. طبعا اللي سمعته يا حبايب هو مجرد تحميس للاغنيه اللي راح تنزل، ولكن كلمات واللحن ما لها علاقه بالاغنيه الاساسيه النار اللي راح تنزل يوم الجمعه. فشوفوني حماسكم يا حبايب وفجروا هذا المقطع بالكومنتات، خلينا نوصل اكبر عدد من الكومنتات 50,000 100,000، واكتبوا لنا من تتوقعون الشخص اللي حينداس. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجات اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو محمد جواني. فجواني نزل على سبب الانستغرام بث مباشر، وبهذا البث المباشر اعلن من خلاله انه مجهز لنا مفاجاتين اللي هي اغنيتين، ومن الواضح حيكونون ديستراك على بيسان اسماعيل. حسب ما قال انه حتسبب عوده باب الحاره هذه الاغنيتين، راح اعطيكم هذا البث تشوفوا. برايك الاغاني راح تنزل على السوشيال ميديا شو تساوي؟ هلا في اغنيه انا واثق يعني بدها تدمر الدنيا، يعني شهر ترند راح تحكي فيها؟ ايه في اغنيه يا جماعه راح تعمل مشاكل شهر كامل، راح تضل في مشاكل باب الحاره، رجوع باب الحاره جواني راجع فيصام هون الحاره. اي والله عوده جواني الى باب الحاره. شوف المايك اخذوا معي على البيت اليوم خلص. حماس نار 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 نار، الكل متحمسين لاغنيه 4 مليون، اغنيه 4 مليون بدي كسر فيها السوشيال ميديا. راح تكون ان شاء الله عن جد باك مره. حاليا انا عم جهز قنبله راح تنزل على السوشيال ميديا، انتبهوا على حالكم ما تفجر فيكم. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهي اسو، فاسو نزلت على حسب بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات تحمست بها المتابعين للمقطع حتنزل اليوم، وبنفس الوقت التالي بدي اصور هواي اشياء مهمه بالاستديو، راح تكون اشياء رهيبه راح نعرفها بالايام الجايه، وحط لكم الستوريات تشوفوها. هاي شلونكم شخباركم؟ طبعا دا اصور فيديو لازم انزله باكر، انا مضغوطه حيل، دا احس بضغط حيل طبيعي، والمشكله لازم منتج اليوم. هاي اول نقطه. ثاني نقطه، باكر عندي دوام ورا الدوام، عندي روح الاستوديو، عندي تصوير بالاستوديو، عندي تصوير كوم شغلات. الخبر الرابع اللي عدنا عن فضيحه انس شايب والاشياء الزاء 18 اللي سواها بهذا المقطع. فمثل ما تعرفون انه انس شايب مو رجال، وطبعا اثبت لكم هذا الكلام باكثر من مقطع واكثر من لقطه، راح احط لكم مثلا واحده من اللقطات تشوفوها احد من الواقع، ولكن احذركم حاليا راح احط لكم لقطه بسيطه من الفيديو. زائد 18 زائد 18 زائد 18 زائد 18 عشان يعني يوصل لي كويس. بحط طيزك هسه ها. وحاليا بهذا المقطع اللي نزل على قناته هواي من الاشخاص لاحظوا انه هو واحد من الاشخاص اللي يسوون اشياء غريبه يقدروا عليها شوي، زائد 18 يعني قدام الكاميرا، وهو من الاشخاص صاروا ينشروها بالتيك توك ويقولون شوفوا انا الشايب شلون هو يسوي اشياء. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر بعد ما عرفتوا ان الشايب مو رجال باثباتات. الخبر الرابع اللي عدنا عن مايا الجمال ومحمد جواني. بالنسبه لمايا الجمال فهو اخيرا رجوع قناتها باليوتيوب، وحسب ما قالت انها راح تنزل مقطع وتشرح به شلون تهكرت قناتها. وبالنسبه لمحمد جواني فهو اخيرا راح ترجع اغنيته خسرتي حالك، فاعلن بهذا البث المباشر انه راح ترجع اغنيته بظروف 5 ايام. الف مبروك على عوده القناه وعوده الاغنيه، وطبعا لا تنسون يا حبايب ان تباركوا لهم بالكومنتات. الخبر الخامس اللي عدنا عن سليم النواش واخيرا رجوع على اليوتيوب. طبعا ما يعرف انه هو سليم النواش فهو يوتيوبر عنده تقريبا 350,000 مشترك، كان ينزل قبل ولكن قطع عن اليوتيوب فتره طويله، فحاليا رجع اليوتيوب ونزل مقطع يا حبايب راح احط لكم اياه بالوصف، روحوا كلكم تفاعلوا عنده، حرام التفاعل عنده خفيف، قبل كان يجيب مقاطع بالملايين مشاهدات، فاتمنى منكم يا حبايب انكم تروحوا تدعموا وترجعون التفاعل. وصلنا هذا المقطع، تسوون يا حبايب ان تفجرون المقطع بالكومنتات واللايكات لان الدعم شوي نازل عندنا، وبس تضروا يوم الجمعه نار. معكم فايز يا بخت مملكه القصص، مع السلامه.